لازم تهدى يا مصطفى، انت بتهزر يعني. انا بص بهزر يا فتحي، يعني تعويره هنا وتعويره هنا، دي بدي بسببك دي يا مصطفى. والله العظيم ثلاثه مصطفى يعني. بص انت يعني انت لو هتكمل لقاء وعايز تفكها تاني على حسابك، ان انا الاكل خلص. انت بتصور الكلام ده بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا فتحي؟ يلا بقى يا عم، ده هزار يا عم. يلا احسن عشان اتعورت. شوف هاي هاي هاي، شوف شوف، مش هتيجي. هاي هاي هاي، مش هتيجي. حاس حاس حاس، تعال بص، مش ممكن ما تجيش. فتحي ده مش هزار، خلي بالك يا فتحي. تعال فتحي، انت بتهزر والله. هاي هاي، شوف تعال. بس يا جماعه ممكن فعلا شمس ما تجيش. ها جت اهي، جت الجرعه فين؟ هات اللي انت بتعمله ده اصلا. اوعى كده يا عم، انا مش هقعد معاك تاني. خد بس، خد يا عم، خد خد والله. فتحي ده مش كلام، ده فتحي الصراحه. خد بس، ما جت اهي يا عم، ضيعت الطيره في الاول. ما جت اهي يا عم، الطيره كانت هتنجم وكانت هتهاجم يا عم. جت بقول لك معيش اكل وتنساب الطيره. طب ما انت معورها يا، خليتها تعور. يا رب تعورك تاني. قول لي بقى ايه اللي حصل مع الطيره يعني المره الاولانيه كده لما احنا طيرناها؟ ايه اللي حصل؟ راحت بعيد قوي. اللي حصل ان انا اولا، انا لما انت كلمتني يا باشا، دي عند مايك شويه. انا قلت لك يا فتحي احنا في موسم ربط، ما ينفعش ان انا افك الطير. زائد ان انا ميزان الطير عالي، ميزان الطير عالي، يعني ما ينفعش طير الطير اصلا. مش طبيعه الطير بتاعتي لما انا اجي اطلع علف على الدس واناديلها، الطبيعي بتاعها ان هي تنزل على طول. اللي حصل واحنا واقفين ان انا بطلع العلف وبنادي والطير بيعلى لحد ما وصل للليفل اللي انت خدت بالك منه ده، ان هي اختفت. طبعا انا بصراحه يعني انا استعدت ربنا. انت قلبك ويا استعدت ربنا. انا قلت خلاص هي الطيره، انا قلت انا هدفع لك حقها. لا والله خالص، بس انا قلت خلاص رحلتها انتهت على كده يعني. انا على فكره عايز اقول لك، على قد ما انا كنت زعلان، على قد ما كنت لو كانت هجرت، انا بالنسبه لي حاسس بقى عملت حاجه صح. الصح كملت صح للاخر. اللي بيقول لكم دلوقتي انا كنت فرحان وبتاع انها راحت، والله كان طبيعي. هيموت طبيعي طبيعي. يعني حاجه بيني وبينها عشره طبعا. احنا متمين مع بعض يعني، نقول كده داخلين في 5 سنين، فطبيعي ان هي تبقى كده. والنازله بتاعتها سبحان الله كانت معجزه. بصوا يا جماعه، كاتبين عليها بيحط ايده عليها من غير ما يستاذن. قلت لك ما فتحي، انت اللي غاوي تعوير بصراحه، انت اللي غاوي تعوير. طب ما هي ازاي؟ طب ما هي مش شايفاني. طيب لا بس هي حاسه والله. كاتب اسمه ورقم التليفون على ال على ال على الدبلتين بتوع رجليها. ازاي اكسب من العجبان؟ للاسف لازم. ما انا هقول لك بقى، للاسف الشديد العجبان، او هقول لك سيبك بقى من العجبان، تربيه الطيور الجارحه عامه عشان ما فيهاش تفريخ، وخلي بالك النقطه دي ناس كتير بتتكلم فيها وعامله قلق للناس كتير قوي، عشان ما فيش فيها تفريخ فما فيهاش مكسب. طب ليه انت ما تفرخش؟ افرخ ازاي؟ ما انت الطير ده عشان يفرخ لازم يعمل المهاجره اللي كان هيعملها من شويه. عشان يتجوز، المهاجره اللي كان هيعملها من شويه دي لازم تتعمل عشان يخرج بره مصر، عشان يقدر ان هو يفرخ. ده عشان خاطر يفرخ يخرج بره مصر، طاير عشان يتجوز. يعني ده بيطير مسافه ان هو يخرج بره مصر؟ ده بيسافر بلاد، ده المفروض وقته يطلع بره مصر. هجره. اللقطه اللي حصلت دي لو ما كنتش انا وربنا سبحانه وتعالى طبعا هو السبب في الموضوع لحقت القصه دي، انسى ان هي كانت تنزل، لان المسافه كانت صعبه. بس الاحلى النازله بقى. انا ليدك مسكت لها جلد كده وقعدت. الجلد ده ايه اللي حصل؟ الجلد ده انا ما باكلهاش جلد. بس شمس من نوع بتحب الحاجات اللي هي الايه، لما تشوف اكل كتير تشوف. فانا غريتها بالجلد. بس غريت ايه يا ابني؟ ده كانت اختفت، شافتك انت وانت بتغري الجلد. انا كنت كل اللي حواليا بيقول لي هي كده شايفاك، هي كانت نقطه شايفاني وشايفه اللي في ايدي كمان. ولا تزعل والله العظيم، يعني هي كانت نقطه وشايفاني وشايفه اللي في ايدي. انتوا بتقولوا انت بتعمل ايه؟ هي مش هتسمعك اصلا ولا هتشوف. لا الطير كان متباني، واديك شفت النازله بتاعته، فهو في الجو راح قلب نفسه زي الحمام الشلباز بالظبط، قلبت نفسها كده وراحت هوب واخده راحه وراحت قلبه تاني وراحت نازله. لان احنا في صيف طبعا ما ينفعش ان احنا ندرب، عشان ما ينفعش ان احنا نطير خلاص كده صح. حتى الحركه اللي انت عملتها من شويه دي كانت هتضيعها عندي تاني. انت قلبك بيروح بالصلاه على النبي في اي حاجه يعني. الحمد لله. كنت هتوديني في ده؟ الحمد لله يا عم. بس انت خد جزايتك انا عامه. والله متشلفط والحمد لله رب العالمين. انا مش عارف اعمل ايه تاني. ده ياكل عظم يا باشا، دي تبلع عظام. مصطفى انا والله العظيم كنت مبسوط حبيبي. انا بالحلقه الزفت دي والله يعني. الحلقه كانت جميله جدا. دي كلها تعوير. كلها تعوير واصابات
وكانت جميله جدا والله مصطفى. الحمد لله ان شمس رجعت. الحمد لله احنا خرجنا يعني باقل خسائر. احنا من ربنا ان شمس رجعت على خير. اه والله الحمد لله. الواحد يحمد ربنا يعني. الحمد لله. تاني. We'll be right back.